نتحدث الآن عن احتضان العاصمة باريس عرضا للأزياء مختلفا جدا عن العروض التقليدية، وذلك لأنه عرض أزياء بطعم الشوكولاتة. يوسف، استعرض عدد من نجمات فرنسا أزياء لمصممين من كل أنحاء العالم خاماتها من الشوكولاتة فقط في تقليد فرنسي سنوي. وكسالف الدورات، أطلق المصممون العنان لإبداعهم في الدورة 19 لهذا الصالون، فقدموا أزياء مبتكرة نالت إعجاب الحاضرين. وحرص المنظمون على إبقاء صالة العرض في درجة حرارة منخفضة طبعا للحفاظ على الزي سليما من دون أن يتغير شكله إذا سالت الشوكولاتة.